جينا مي كاع الشعب رغم انه الشعب فاهم واعي غير الا بغى يصابق. جينا ومازال مستمرين في النضال ديالنا الاشكال اللي وضعتها التنسيق الوطني للاساتذه المفروض عليهم التعاون دائما نناضل من اجل مطلب وحيد واحد هو الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه. بغينا الادماج ما بغينا حتى شي حاجه. مظاهرات سلميه كيقمعونا الاستاذات كيقمعوهم بالشوص لانه مخزاني يهز يدي على الاستاذ. هذا راه عيب وعار وحشومه ما جينا بالحجر ما جينا بالشناوه ما كنسرقوا قرينا الحمد لله توظفنا تكرفصنا باش نجيو نزيدو نتكرفصو في الوطن ديالنا. ولينا حاسين باننا محكومين ولينا حاسين باننا خارج الحدود ولينا حاسين باننا مجرمين. اقسم بالله العلي العظيم الى المجرم ما كيخافش بحال اللي كنخافو حنايا عايشين وخايفين. اذا رغم القمع راهو خايف قتلونا كنقولوها وكنعاودو نموت انا ويموت هذا وتموت هذه وتموت هذه الاستاذه يموت الفقير يموت الضعيف ولكن غيبقى الحق غيبقى حتى الحق والادماج اللي هو المطلب ديالنا. نقول ونناضل ونعيد لا استسلام ولا نستهين. اما الادماج واما الموت الاف ديال القمع. علاش باش يحاربوا استاذ واستاذه الاف ديال القمع باش يحاربوا استاذ واستاذه راه ماشي مجرمين حنا راه ولاد الشعب عباد الله شكرا شكرا للجماهير شكرا للصحافه النزيهه تحيه لمنصه صوت الشعب تحياتي لكم اساتذه هذا. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.